لكن خلينا نروح على القسم الثاني من القصة لتكفي لنا شو صار معها من بعد ما صرخت بأوضتها بدموع لالله يخلصها. أنا من عمر 3 سنين توفى بي، بعمر 7 سنين بلش جوز أمي يعتدي علي، وبالعمر 10 سنين بلش يخليني يجبرني أتعاطى مخدرات ليمارس كل أنواع اللي بده إياها. ب13 سنة رجعت حبلت، حاولت انتحر. يا رب وينك؟ إذا أنت عن جد موجود ساعدني خلصني. بهالفترة ما بعرف شو اللي صار، اللي بعرفه إنه إجوا الدركية دقوا بيتنا وأخذوا لجوز أمي. شو هي التهمة ما كنت بعرف، بس بعرف راح انحبس. هون صرت حس إنه عن جد الرب موجود، بس كنت بعد ما عم بلمس هالشي لأنه بعد في كان مرارة بقلبي وحقد حتى على أمي لأنه كانت عارفة وساكتة. بهالوقت تعرفت على جوزي. هو عارف قصتي كلها وقال لي بدي ساعدك أنا لتطلعي من هالشي. وتجوزنا وصار عندي ولدين بالحلال. اللي بدي قلكن تعوا عند يسوع، بدي قلكن كيف اختبرت وجود يسوع بحياتي. أنا تجوزت وصار عندي ولدين، بس بعد كان في حقد ومرارة بقلبي. يوم من الأيام بتقلي جارتي تعي روحي معي على الكنيسة. قلت لها يي أنتو إنجيلية. قالت لي طيب شو بدك تخسري؟ تعي جربي. قلت لها أوكي بروح. رحت أول ترنيمة كانت خذني بكربي قلبك. أنا هون هيدي الترنيمة قتلتني، ما بعرف إنه أنا عم بطلب من الرب ياخذني بقربه، يعني مين أنا؟ أنا وحدة خاطية زانية. قلت إذا الرب بده، وكان على الأساس عم بيقول إنه الرب بيقبلك كيف ما أنت. قلت له بالفعل يا رب إذا بتقبلني مثل ما أنا، أنا عن جد بدي أكون لإلك. صرت روح على الكنيسة وكل شيء، بس كان بعد في مرار، ما في سلام. هالسلام يعني حتى مع عائلتي أوقات بتصرف بأمور غلط. وقت ما رحت على كنيسة سد البشرية، كنيسة الناصري اللي أسيسها أيمن كفروني، هناك صرنا نعمل اجتماعات صلاة. بالاجتماعات الصلاة صرنا كل واحد بيحكي طلباته. مرة عم بقول لهم إنه بدي، أنا ما عم بقدر أخفر، ما في سلام، ما في راحة بي، يعني عم بضل تعبانة. بيقوم الأساس بيقول لي لازم تخفري. قلت لهم أنا ما عم بتعاطى معهم وماني حاسة شي تجاههم، يعني ما عم بحقد عليهم. قال لي لا أكيد في حقد، لو في غفران بتحسي بسلام وفرح. قال لي وبدنا نصلي اليوم لهالموضوع. اتفقنا كلنا كجماعة، صلينا لهالموضوع وحسيت روح القدس عم بيفوت بيغير كل شيء جواتي. حتى حسيت مثل كيف جبل على صدرك ونزاح. انبسطت بهالشيء، بس اللي بسطني أكتر صرت بس اجي كل يوم صلي صلي لهم. قبل كنت ادعي عليهم صراحة، بصلي لأمي وبقول لها بحبك عن جد بحبك. وبصلي لجوز أمي اللي كتير عذبني، بس مع الرب نحن منقوى على هالأشياء بالتجارب.
بدي اوصلكم اياه، انتو هيك وهيك خسرانين، تعالوا عند يسوع ما بتخسروا، جربوا. السلام عنده، الشفاء عنده، اهم شيء تغفروا. اذا ما في غفره ما في سلام، ما في فرح. يمكن اوقات بس نتذكر نحزن، لانه اللي عايشه هو الانسان، شخص بيعرف هالشيء. اللي بدي اقول لكم اياه مش هون نهايه العالم. الرب صالح وامين يساعدنا، بس لازم نحن نجي بتوبه حقيقيه وبالفعل نآمن انه هو قادر يخلصنا من هالشيء. والرب حضرنا اشياء رائعه. يمكن انا كنت قبل اقول انه بحياتي ما كنت احلم يكون عندي عائله وبيت. بشكر الرب، الرب عن جد عوضني عن السنين اللي اكلها الجراد. نشكر الرب على هالاختبار الرائع عن جد. انا حبيت شارك بشيء كمان سمعت اليوم بالكتاب المقدس. بنشوف الرب دائما عم بيوعد بالشفاء النفسي، لانه بتكوينة الانسان النفس هو شيء حطه الله فينا، بهذا ميزنا عن باقي المخلوقات. ما بنشوف وعود بالشفاء الجسدي، يعني بنشوف قصص عن شفاءات جسديه بس مش كل الحالات عم يعني تشفى، وهذا شيء حتى عم نشوفه هلا، في حالات بنصلي تشفى، حالات لا. بس الشفاء النفسي هو اذا بدك ارساليه المسيح على بهيدي الارض. لما اجى ودخل على المجمع بعد صيام الأربعين يوم وأربعين ليله، ودفق وحطوا سفر اشعياء قدامه، بيقرا الايه اللي بتقول روح السيد الرب علي، لان الرب مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاعصب منكسري القلب، لانادي للمسبيين بالعتق والمأسورين بالاطلاق. كثير حبيت هذه الفكره، انه الرب كثير بيهتم بانفسنا، كثير بيهتم بالوجع النفسي تبعنا، بيهمه انه نحن نشفى. مثل ما قالت الست اللي سمعنا هلا، انه الرب هو اللي شفاها، هو اللي خلاها تقدر تصلي لامها لغفران ولزوج امها كمان. مزبوط. قد ايه كان امشور، يعني اكيد انه قد ايه كان صعب. اول شيء انه من بعد ما صلت بلشت تشوف استجابه، انه اخذ على الحبس، يمكن صار في مجال تبلش تشفى، رجعت اتليست صار في حمايه على القليله، يمكن الحرب فيها يعني بنفسها بعدها اكيد، والصراع اللي عم تعيش فيه عندها ولدين قد ايه صعبه، بس على القليله تبعد بعدين. شو هالانسان اللي كنا عم نحكي بالحلقات الماضيه عن النعمه، وعم نحكي عن هذا الانسان، وقت كنا حكينا عن الخيانه كيف هيدا الزوج وكيف سامح مرته من بعد خيانتها، وقلنا شو هيدي مثل محبه عم نشوفها حقيقيه، وهيدي رحمه قدمها لإلها وفرجاها كيف انه انا ححبك حتى لو انت غلطتي، وانا حكمل معك وما حاكسر على عهد. بس هيدا شخص ما كان زوجها، ما كان فيها العهد بيناتهم، وعرف قصتها ورغم هيك قال لها خلينا نتجوز وانا بدي ساعدك. هيدي كمان بفرجي رب حط حدا بحياتها اللي هو كان بركه اكيد لإلها، وبعدين اجى الشفاء واجت وهيدا الشفاء كان بنقول انه دغري قامت ووعيت وكانت حاسه بروعه وحياه حلوه. بس اكيد هيدي الامور اللي تراكمت بحياتها حتطلع، ويمكن بتضلها تطلع من وقت لوقت، ولكن الشفاء الرب كيف مرات يمكن مش يمكن نهار بنهار، وكل ما نحن نقعد مع الرب هي وصلت لمحل هي يمكن خذني بقرب قلبك، قالت لي رب انا بدي اكون قربك، ولكن كان بعد في خطوة تانية اللي هي الغفران. وهيدا يعني كلنا نستوعب وكلنا بنعرف شو معناتها هي تقول انه انا مش قادرة سامح، وما بقدر سامح وما بعرف كيف سامح، لانه اللي مرقت فيه مش هين. ومرات نفكر حالنا نحن بأمور صغيرة، نفكر انه في ناس جرحونا انه سامحنا، ولكن بيطلع شيء بنرجع بنتذكر، بنرجع بنغضب وبنرجع بنحقد، بيرجع كل شيء بيتراجع. فكيف وقتها اتفقت اول شيء شو حلو انه ما ضلت لحالها، كان فيها الجماعه، برجع انا بركز انه جماعه المسيح، جسد المسيح، قد ايه مهم انا اكون جزء منه لشفاء الشخصي لشفاء المجموعه. هي حكت شغله قبل انه هي تصادفت مع ست
الثانية حكت لها قصتها وقالت لها تعي جربي روحي معي على الكنيسة. أوكي. فيمكن هي بالأول كانت رافضة، فقالت لها جملة إنه جربي شو بتخسري، ما أنت هيك خسرانة، طب تعي جربي يسوع ما رح تطلعي خسرانة. ولما جربت يسوع فعلا هي ما طلعت خسرانة. مزبوط مزبوط. وقدرت سامحت مش كرماله، مش لأنه هو بيستحق، ولكن كرماله لإلها. أكيد إذا منفكر إحنا بهالفترة، يعني إذا هلأ أنا عم فكر بعقلي هلأ أنا شوف شو صار بهالولدين، طب من عمر 13 لوقت ما تجوزت شو كان عم بيصير؟ يلي بدي أقوله إنه أي 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 تجربة منخوضة ما رح تخلص بسرعة، وأكيد في أشياء عم بتصير بحياتنا أكيد عم نأثر، أكيد رح أوصل لمرحلة أكره حالي فيها، يمكن أسأل كتير الرب أنت وين؟ بس مثل ما عملت هيدي الست، تعا جرب الرب، يعني تعا جرب بأمانة تكون معه. وراح تشوف اكيد هو راح ياخذك على مطارح احلى بكثير من المطارح اللي نحن كنا متوقعينها. مزبوط. بتعرفي يمكن الناس بتقول انه شو الرب هيك، يعني اخر شيء مثل كانه يعني هات لنجربه، ولكن اذا بتفكري فيها انا بلاقيها قد ايه تواضع من اله الكون، قد ايه هو عظيم وقديش هو محب وقد ايه خلقنا كلنا وخالق وجبلنا كلنا، ولكن بيقبل مرات بيقبل انه اوكي بيسمح انه بتفكر انه هيدا حيعطيك فرح جربه، بتفكر هيدا حيعطيك فرح جربه، فيها التواضع انه هو قبلان وبيجذبنا وبيذكرنا بامور بس نحن منطنش، ولكن بعده بيقبل انه يقول انه جربت كل شيء، بدك انا اخر شيء يكون جربني، جربني وانا شوف كيف باركك وبسامحك وبعطيك وبشفيك وبملى حياتك من شفاء وبركات اللي انت ما كنت تفكر انه موجوده. بعد شخص مثل هيدا عم تقول جربت تنتحر مرتين، هيدي انا يمكن الناس بتطلع وهي بتقول وما حق، يمكن كانت تقول انه ما في رجاء. العار والالم اللي اختبرته هيدا كثير ناس قليل مختبرته، يعني وصلت لمحلات يمكن لتحت الارض. وعن جد شو بدها، يعني يمكن ما عندها شيء تخسره لانه اهم شيء اللي هي كرامتها وجسدها وحياتها ومحبه امها. اذا بتقولي انه محبه اوكي هيدا البي او هيدا منه بي، هيدا الزوج هيدا ما معه ما بحبني لانه انا مني بنته، يمكن بسامحه، بس لكن الام كيف سكتت؟ كيف يعني هدول السكارز هدول الجروحات اللي مرقت فيهم قد ايه صعبين، ولكن الرب تواضع، يعني قالت له انه تعي شو بتخسري جربي، بقول انه هات لجرب، ولكن محبه الرب لنا انه قد ايش هو عظيم بتواضعه، ولكن كيف تنجي لعنده بتواضع هو بيرفعنا. بدي اقرا كم ايه قبل ما نروح لبريك. بالكتاب المقدس اول شيء بمزمور 147 بتقول يشفي المنكسري القلوب ويجبر كسرهم. يشفي المنكسري القلوب. خلي يكون عندك ايمان اذا انت مختبر شيء مثل هيك، انه تاخذ هذا الايه، تاخذ هذا الوعد وتطلب، تقول له يا رب انا بدي اياك انت انه انت تشفي قلبي. ايه ثانيه بارميا 17:14 بتقول اشفني يا رب فأشفى، خلصني فأخلص، لأنك أنت تسبيحتي. من بعد ما يجي الشفاء والخلاص بصير هو بيكون التسبيح بحياتنا، هو الانتصار. اختبار صعب ولكن اختبار فيه انتصار.